طيب نكمل مع بعض خيمة الاجتماع. كنا ابتدينا إصحاح 25 المرة اللي فاتت، النهاردة هنكمل إصحاح 25، كان فاضل المنارة، وبعد كده هنكمل كمان إصحاح 26. طيب نرجع كده بسرعة على اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. احنا قلنا ان اصحاح 25 ابتدى لما ربنا قال لموسى كلم بني اسرائيل ان يأخذوا لي تقدمة، ان يعني الناس تقدم تبرعات علشان خيمة الاجتماع، والتبرعات دي كانت ذهب وفضة وقماش وكل الحاجات اللي محتاجينها للخيمة. وطبعا يعني كل حاجة هنتكلم عليها في وقتها بالتفصيل. وقلنا إن هدف خيمة الاجتماع لما ربنا قال لموسى يصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم، أسكن في وسطهم ده هو ده الهدف، إن إحنا نكون شعب الله وربنا ساكن في وسطينا. وبعدين قال له أنا هوريك مثال، يعني هوريك الشكل اللي تبني زيه خيمة الاجتماع في الجبل. وبرضو أفكركم إن موسى دلوقتي فين؟ على الجبل في الأربعين يوم، يعني هو بياخد من الله الوصف ده في وقت الأربعين يوم اللي كان فيهم على الجبل. وبعدين اتكلمنا عن تابوت العهد، ده أول قطعة يعني ربنا ابتدى بيها لموسى، ودي برضو نقطة يعني ممكن نقف عندها كده دقيقة عشان يعني هتفيدنا النهاردة برضو، إن ربنا ابتدى من الحاجة اللي مخفية وبعدين للحاجة اللي الناس شايفاها. احنا قلنا ان تابوت العهد ده جوه قدس الأقداس اللي هو محدش بيشوفه خالص غير رئيس الكهنة مرة في السنة، وبعد كده ابتدى يديله أوصاف قطعتين في القدس، وبعد كده هنشوف النهاردة ان هو هيبتدي بقى يتكلم عن المسكن نفسه، الخيمة نفسها مبنية ازاي. وبعدين شفنا ان التابوت ده رمز للمسيح في تجسده، لان هو معمول من خشب صمت اللي هو خشب لا يسوس، وده رمز الناسوت، ومطلي بالذهب اللي هو رمز اللاهوت. وبعدين شفنا ان هو التابوت ومائدة خبز الوجوه وكل قطع الخيمة يعني تقريبا بيبقى فيها حلق، يعني حلقان على الجنب ويتحط فيهم عصيان عشان الناس تقدر تشيلهم، لأن الخيمة نفسها خيمة متنقلة مش خيمة ثابتة، بتتنقل مع الشعب في الرحلات بتاعته في برية سينا. وده قلنا برضو إن ده من الرموز بتاعة شخص المسيح، يعني إن الخيمة دي بترمز للمسيح، لأن المسيح لم يكن له أين يسند رأسه. وبعدين شفنا الغطا، إن الغطا ده كان رمز للكفارة، كرسي الرحمة، وعليه كروبيم من فوق بيبصوا على المكان اللي ربنا بيظهر فيه لموسى يتكلم معاه، اللي هو ما بين الكروبيمين. وشفنا إن يعني التابوت ده كان بيستعمل في إيه، إن هو بيشيل لوحي الشهادة اللي هي الوصايا العشر، وكمان كان فيه قصة المن، وده تذكار لعمل ربنا معاهم في الأربعين سنة، وكمان كان في عصا هارون التي أفرخت، اللي هي كانت يعني معجزة حصلت عشان ربنا يقول للشعب إن أنا اخترت سبط لاوي هو اللي يبقوا كهنة، فعشان محدش بعد كده تاني يعمل زي بني كورح ويقولوا إحنا كمان ممكن، يعني ربنا دعانا. وبعدين شفنا بعد كده مائدة خبز الوجوه اللي هي زي ما احنا شايفين دلوقتي، يعني ده المكان ده قدس الأقداس وفي تابوت العهد. معلش يا وبعدين غنى، في أسفة، هي السلايدز ما بتتغيرش من الأول خالص. هاو بعد كده شايفين السلايد بتتغير؟ اه يا بوني، اوكي طيب. فزي ما شايفين هنا، يبقى اللي احنا كنا يعني بنراجع عليه اللي هو تابوت العهد اللي هو في قدس الأقداس. وبعدين
في القدس في 3 قطع: مائدة خبز الوجوه على اليمين، المنارة على الشمال، ومذبح البخور في النص. وبعدين يعني يمكن الرسمة دي حلوة لأنها مبينة كل حاجة، حاجات كمان هنتكلم عليها النهاردة. شايفين إن في حجاب بيفصل القدس عن قدس الأقداس، والحجاب ده على طول مقفول، مفيش زي ما بنقول غير مرة واحدة في السنة رئيس الكهنة بيخش، إلا الاستثناء الوحيد كان موسى. يعني موسى كان بيكلم ربنا في كل وقت، لكن غير كده بعد ما موسى مات يعني رئيس الكهنة بس بيخش مرة في السنة. وحتى في حياة موسى كمان يعني رئيس الكهنة بيخش يوم الكفار. وكمان في ستارة هنا برضو هنتكلم عليها النهاردة في إصحاح 26. الستارة دي اللي بيخش منها الكهنة، مش رئيس الكهنة، أي كاهن بيخش القدس وبيعمل إيه الكاهن في القدس؟ بيقدم بخور صباحا ومساء. يعني كان في تقديم بخور وكان في ذبيحة صباحا ومساء. الذبيحة دي بره الخيمة اللي هي في الدار الخارجية اللي هي مذبح النحاس، وفي مذبح البخور بيتقدم عليه بخور الصبح وبالليل. وده اللي كان في قصة زكريا، ان هو دخل يقدم البخور في النوبة بتاعته، في لان هم كان في كهنة كتير فكانوا بيقسموهم على الايام، كل واحد يخش في الدور بتاعه. وده اللي ساعتها ظهر له الملاك وبشره ان هو بميلاد يوحنا المعمدان. فاحنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن التابوت، واتكلمنا عن كمان مائده خبز الوجوه، وقلنا ان مائده خبز الوجوه دي برضو بتصنع من نفس المواد بتاعت التابوت، ان هي خشب صنط ومطلي بالذهب، وبرضو فيها الحلقان والعصيان علشان تتشال بسهوله. وكانت ليها كمان حاجب حواليها، وشفنا ان ده رمز المؤمنين كلهم. وكانت يعني استعمالها ان هو يتحط عليها 12 رغيف كل يوم سبت، 12 رغيف سخنين كل يوم سبت، ويوم السبت اللي بعده الكهنة يشيلوا ال 12 رغيف اللي بقالهم اسبوع وياكلوهم، وبعدين يحطوا 12 رغيف جداد على الترابيزة دي. فهي عشان كده اسمها مائدة خبز الوجوه. وشفنا ليه 12؟ عشان ربنا بيقول أنا باصص على شعبي، أنا يعني بعتني بشعبي كل أيام الأسبوع أو على مدى الحياة. يعني رقم 7 هو كمال الزمن. وفي كمان يعني شوية حاجات تانية على المائدة دي، شايفين أدوات تانية كانوا بتستعمل، لأن كان في بخور بيتحط وكان في زيت، فبرضو الأدوات دي بتستعمل في يعني بخور وزيت. وبعدين بعد كده دي الأدوات اللي بنتكلم عنها، وفي الآخر بيقول تجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما، وعشان كده اسمه خبز الوجوه، خبز الحضرة، حتى بالإنجليزي the presence, the bread of presence or the show bread. وبعدين بقى نتكلم النهاردة، ده اللي احنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت، نتكلم النهاردة عن المنارة، وبعد كده نكمل إصحاح 26. يقول وتصنع منارة من ذهب نقي، عمل الخراطة تصنع المنارة، قاعدتها وساقها تكون كأساتها وعجرها وأزهارها منها. إيه يعني الكلام صعب شوية في العربي؟ هو الكاسات والعجر والأزهار دي يعني نفس شكل الزهرة بتاعت شجرة اللوز، هو هيجي يقول عليها دلوقتي يعني شجرة اللوز. فدي لو زي ما انتوا شايفين كده، كل ساق من المنارة فيه شكل أزهار بتتفتح. كل لو تعدوا هتلاقوا ان كل ساق، يعني دي ساق أول واحدة فيها 3، تاني واحدة فيها 3، تالت واحدة فيها 3، الساق اللي في النص اللي هي يعني ماسكة المنارة كلها فيها 4، وبعدين رقم 5 و6 و7 برضو كل واحدة فيها 3، وبعدين فوق خالص فوق اللي هي الكاسات دي في المكان اللي بيتحط فيه الزيت، على وطبعا الحاجة زي الفتيلة أو الحاجة اللي يعني هتولع يعني وهي مغروسة في الزيت، عشان زي القنديل كده علشان يعني تضيء للمكان. وده كان يعني مصدر الإضاءة الوحيد في خيمة الاجتماع. فطبعا يعني دي رمز برضو من الرموز الواضحة للمسيح. المسيح جه وقال أنا نور العالم،
فالمنارة دي رمز للمسيح. السبع يعني ليها سبع سيقان، وده رمز للروح القدس. يعني شفنا في سفر الرؤيا بيقول سبع أرواح الله، فده رمز إن إحنا بناخد الاستنارة بتاعتنا من المسيح، من ربنا عن طريق الروح القدس اللي فينا. إحنا كل واحد فينا الروح القدس ساكن فيه، بيتكلم فيه، بيديله استنارة، بيديله زي ما بنقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، يعني كلمة ربنا دي سراج لينا، عمل الروح القدس فينا بيدينا إضاءة، بيدينا استنارة، زي ما شفنا كده في المولود أعمى النهاردة لما اغتسل في بركة سلوام أبصر، خد استنارة بعد الاغتسال بتاعه. المنارة دي يمكن القطعة الوحيدة اللي هتلاقوا إنها معمولة من، يعني معمولة من قطعة واحدة من الذهب يعني، وما فيش مثلا طبعا لأنها ممكن تتشال بسهولة، ما فيش العصيان أو الحلقان. إيه موضوع بقى شجرة اللوز ده؟ لو نقرأ من سفر أرميا بيقول ثم صارت كلمة الرب إلي قائلا ماذا أنت راء يا أرميا؟ فقلت أنا راء قضيب لوز. مرة ربنا يعني خلى أرميا يشوف رؤية، فقال له أنت شايف إيه؟ قال له أنا شايف عصاية كده زي شجرة اللوز، قضيب لوز يعني أو شجرة لوز. فقال الرب لي أحسنت الرؤية لأني أنا ساهر على كلماتي لأجريها. فهنا في ارتباط ما بين كلمة اللوز وكلمة ساهر. كلمة في العبرية هي نفس الكلمة. فكلمة ساهر يعني إيه؟ يعني ربنا ساهر بيرعى شعبه. فعشان كده قال له اعمل المنارة من أو على شكل كاسات اللوز زي ما احنا شايفين كده في الصورة. وبعدين نكمل بعد كده يقول وست شعب خارجة من جانبيها. الشعب دي اللي هي يعني أو يمكن اللي في النص اسمها ساق، والفروع دي اسمها شعب. من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة، ومن جانبها الثاني ثلاث شعب منارة، يبقى هم كلهم سبع. في الشعبة الواحدة ثلاث كأسات لوزية، هنا ابتدى يوضح إنها شكل شجرة اللوز، بعجرة وظهر. عجرة اللي هي البض يعني لما الزهرة بتبتدي تفتح وبعد كده الزهرة نفسها. وفي الشعبة الثانية ثلاث كأسات لوزية بعجرة وظهر، وهكذا إلى الست الشعب الخارجة من المنارة. وفي المنارة أربع كأسات لوزية. المنارة بقى اللي هي الساق اللي في النص دي، زي ما قلنا كل شعبة فيها ثلاثة لكن المنارة نفسها فيها أربعة. وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة. معنى إيه الكلام ده؟ يعني أدي شعبتين هم يعني فرعين، تحتهم بض العجر، وبعدين شعبتين تاني وتحتهم عجرة، وبعدين شعبتين تالت وتحتهم عجرة. إلى الست شعب الخارجة من المنارة تكون عجرها وشعبها منها جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي. يبقى برضو ده تاني رمز للمسيح. يبقى رمز للمسيح إن هي اللي بتضيء المكان، أنا هو نور العالم. رمز تاني إنها مصنوعة من ذهب نقي، وقلنا إن الذهب دايما بيرمز للاهوت أو وكمان بيرمز يعني الحاجة السمائية. وتالت حاجة كمان إنها مصنوعة من خراطة واحدة، يعني ما فيهاش انقسام، هي من قطعة واحدة. ويقول وتصنع سروجها سبعة. سروج بقى اللي هي اللي فوق دي زي ما قلنا، اللي هي الآخر حتة دي، هي دي اللي بتشيل الزيت زي قنديل يعني. فتصعد سروجها لتضيء إلى مقابلها، يعني هي دي اللي بتنور المكان. وملاقتها ومنافذها من ذهب نقي. الملاقط والمنافذ دي الحاجات زي ما احنا كده يعني بنيجي مثلا ننظف الزيت بتاع القنديل أو نشيل مثلا شوائب. من وزنة ذهب نقي تصنع مع جميع هذه الأواني. يبقى دي يعني المنارة دي كان يعني حجمها كبير، من وزنة ذهب. وزنة ده يعني كمية كبيرة من الذهب. هنا برضو في آية لطيفة، يعني رأى في العهد الجديد بيقول أن الله الذي قال أن يشرق نور
من الظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. والصورة دي من سفر الرؤيا اللي هي سبع أرواح الله. فزي ما قلنا ربنا هو اللي بيشرق لينا، هو اللي بيضيء الطريق بتاعنا، والروح القدس عمله فينا هو عمل استنارة، إن هو يدينا استنارة في حياتنا. وبعدين آخر آية في الإصحاح ده يقول وانظر فاصنعها، اصنع يعني كل الخيمة بكل التفاصيل اللي فيها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل. يبقى موسى عارف الكلام ده كله منين، كل التفاصيل دي موسى جابها منين، من المثال اللي ربنا ورهوله وهو على الجبل. نكمل بقى إصحاح 26. هنا ده برضو شكل للخيمة، لأن هنبتدي نتكلم عن الأغطية، فده في الأول شكل للخيمة بكل الأغطية اللي فيها. بس خلوا بالكم يعني الشكل ده يعني الغطاء الوحيد اللي الناس شايفاه هو الغطاء اللي فوق. هم هنا يعني في الصورة عاملين الغطيان متقطعة عشان إحنا نشوف، لكن هو كل ده متغطي بالغطاء اللي هو فوق خالص، اللي هو الأسود ده اللي في الآخر. فعشان نتخيل يعني الكلام اللي هنقراه دلوقتي، يقول وأما المسكن، المسكن اللي هو ده اللي هو القدس مع قدس الأقداس، يعني القدس وقدس الأقداس دول. السلايدز برضه ما بتتغيرش برضه مش معايا. طيب لازم أعمل شيء تاني. كده باينه كده تمام. أوكي كده باينه. فده المنظر اللي هو الخيمة كلها. بس زي ما بقول لكم يعني انتوا شايفين هنا أربع أغطية، واحد اتنين تلاتة أربعة، لكن هو الناس مش شايفة غير اللي بره بس، يعني ده هم عاملين الصورة دي عشان احنا نشوف ايه اللي جوه يعني. والمسكن ده اللي هو كل الحتة اللي متغطية دي، ده اسمه المسكن أو الخيمة. الجزء اللي بره ده هيجي برضو الكلام عنه في الإصحاحات اللي جاية، ده اسمه الدار الخارجية، وده اللي هو ممكن الناس تخش وتقدم ذبائح. لكن المسكن اللي هو القدس اللي الكهنة بيخشوه، وقدس الأقداس اللي هو رئيس الكهنة مرفسه. فبيقولوا أما المسكن فتصنعه من 10 شقق، شقق يعني قطع من القماش، يعني بوص مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز. يعني ايه الكلام ده؟ دي كلها الوان، يعني 10 شقق، كل قطعه 10 قطع، كل قطعه معموله من ايه؟ معموله من 4 الوان. البوص المبروم ده اللي هو الكتان اللي هو الابيض، الاسمنجوني اللي هو الازرق، وده زي ما انتم شايفين كده اللي هو لون السماء، الارجوان اللي هو اللون الملوكي اللي هو زي البيربل، يعني في ناس بيقول عليه احمر بس هو اكتر بيربل، والقرمز اللي هو اللون الاحمر الغامق اللي هو لون الدم. وبعدين بكروبيم صنعت حائك حازق تصنعها. بكروبيم يعني ايه؟ يعني الالوان دي كلها تخيطها مع بعض، صنعت حائك يعني واحد بيخيط، حازق يعني شاطر يعني تالنتد يعني تصنعها. القطع دي زي ما احنا شايفين كده فيها ال4 ألوان وفيها شكل كروبيم. وبعدين يقول القطعة الواحدة، على فكرة يعني لو بصين على الخط ده كده، دي قطعة اللي عليها كروبين ولف حوالين الخيمة، وبعدين ال10 قطع متوصلين ببعض، هنشوف ازاي دلوقتي. فهم عاملين غطا للخيمة من فوق ومن الجناب، لكن مش مغطية المدخل، هنشوف المدخل دلوقتي يعني في آخر الإصحاح. لكن القطع دي، قطع القماش دي، مغطية جناب الخيمة ومغطية السقف بتاع الخيمة من فوق. طول الشقة الواحدة 28 ذراعا، يعني كل قطعة قماش من دول طولها 28 ذراع، وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع، العرض بتاعها 4 أذرع، قياسا واحدا لجميع الشقق، كلهم زي بعض، كل ال10 شقق زي بعض. ادي يعني ده منظر تاني للقطع، لو تبصوا تلاقوا 1 2 3 4 5 وبعدين 5 تانيين.
فبيقول تكون خمس شقق، خمس من الشقق بعضها موصول ببعض وخمس شقق بعضها موصول ببعض، يعني الخمسة متخيطين مع بعض وخمسة تانيين متخيطين مع بعض. موصولين ازاي بقى؟ يقول وتصنع عورا، اللي هي زي عروة القميص يعني، يعني بيخش فيها زرار، من أسمنجوني على حاشية الشقة. حاشية يعني نهاية القطعة، يعني طرف القطعة الواحدة في الطرف من الموصل الواحد، وكذلك تصنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني. يعني في آخر كل قطعة هتعمل عراوي 50 واحدة زي المنظر ده كده. فدي قطعة ودي قطعة تانية، وبعدين هيتوصلوا ازاي؟ هيتوصلوا بمشبك. المشبك ده معلش هي اللغة صعبة شوية، يعني بيقول 50 عروة تصنع في الشقة الواحدة وخمسين عروة تصنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني، تكون العرى بعضها مقابل بعض، وتصنع 50 50 شظاظا. شظاظا ده بقى اللي هو المشبك، اللي هو ده المشبك ده هيربط القطعتين ببعض، وتصل الشقتين ببعضهما ببعض بالأشظة، فيصير المسكن واحدا. يبقى في خمس قطع متخيطين سوا وخمس قطع متخيطين برضو سوا، وبعدين الخمسة دول والخمسة دول هيتعمل لهم مشابك ويتربطوا ببعض. ايه بقى الرموز بتاعت الحاجات دي؟ أول حاجة المسكن ده، لو رجعنا للألوان، المسكن ده كله برضو رمز للمسيح. احنا قلنا الخيمة رمز للمسيح، فهتلاقوا الألوان دي كلها بترمز للمسيح. ازاي؟ البوس المبروم ده اللون الأبيض، لون الطهارة، لون النقاوة، المسيح كان حياته مليانة نقاوة. أسمنجوني لون السماء، هو الله. أرجوان لون الملوك، اللون اللي كان بيلبسه الملوك اللي هو البيربل، لأن هو ملك الملوك. والقرمز اللي هو لون الدم، لأن هو الفادي. فهما دول الأربع تلوان اللي بيمثلوا حياة المسيح، عشان كده هما اللي استخدموا في إن هما يعملوا منهم كل الأقمشة بتاعت، أو أغلب الأقمشة زي ما هنشوف يعني، بتاعت الخيمة. ده الغطاء الأولاني. برضو حتة إن هما الغطاء الأولاني خمسة مربوطين بخمسة تانيين، فبرضو ده بيفكرنا بحاجة، بيفكرنا بلوحين العهد اللي عليهم ال10 وصايا متقسمين على لوحين، فبرضو كأن دي رمز لكلمة ربنا أو وصية ربنا. بعدين نشوف الغطاء التاني، وتصنع شققا برضو قطع من شعر معزة خيمة على المسكن. يبقى خلوا بالكم الغطاء الأولاني اتسمى المسكن، ده المكان اللي بيسكن فيه الله، وهو اللي بيمثل يعني المسيح. الغطاء التاني اسمه الخيمة، اللي هو بقى بيغطي على المسكن ده، وده معمول من حاجة واحدة بس، اللي هي شعر معزة. المرة اللي فاتت كانوا 10 قطع، هنا بيقول 11 شقة تصنعها، يعني في قطعة زيادة. طول الشقة الواحدة 30 ذراعا، وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع، يعني العرض هو هو، لكن الطول المرة اللي فاتت كان طول الواحدة 28 ذراع، هنا 30. ليه؟ هي الصورة دي مش موضحة الموضوع ده قوي، بس احنا قلنا ان القماش الاولاني ده، الغطاء الاولاني، بيلف حوالين الخيمة يعني الجناب وفوق، ويلف الجنب التاني. الغطاء اللي فوقيه بقى اللي هو من شعر المعزة ده هيغطي عليه خالص وزيادة كمان، يعني هينزل على الأرض بحيث إن ما يبقاش باين منه أي حاجة، يعني كحماية ليه كمان. وتصل 5 من الشقق وحدها، وستة من الشقق وحدها، وتثني الشقة السادسة في وجه الخيمة. يعني المرة اللي فاتت كانوا 5 و5، المرة دي عشان 11 هيبقوا 5 و6. طب القطعة الزيادة دي هتروح فين؟ القطعة الزيادة اللي هي في الغطاء التاني اللي هو شعر المعزة. وعلى فكرة شعر المعزة كان لونه أسود، هو يعني الصور جايباه أبيض، بس هو يعني لون غامق. فشعر المعزة الغطاء التاني ده هينزل فين بقى؟ اللي هو ال4 أذرع الزيادة دول، اللي هما قطعة زيادة، هتنزل تغطي جزء من الباب اللي هو الحتة دي، المدخل. طب إيه بقى الفكرة في كده؟ هو شعر المعزة ده بيرمز لإيه؟ بيرمز لذبيحة الخطية. ذبيحة الخطية كانت بتتقدم من الماعز،
فلو قلنا ان الالوان اللي شفناها في الغطاء الاولاني بترمز لحياه المسيح، الغطاء الثاني ده بيرمز لان المسيح اتقدم عننا ذبيحه خطيه. واي حد داخل الكاهن وهو داخل القدس هيلاقي حته من شعر المعزه ده نازله على الباب، فيفتكر ان هو داخل على اساس ذبيحه المسيح. يعني انا داخل القدس على اساس الذبيحه بتاعه المسيح. زي ما احنا دلوقتي بنقول ان الباب اتفتح لينا، يعني الحجاب انشق والسماء بقت مفتوحه على اساس ايه؟ على اساس ذبيحه المسيح على الصليب. نفس المنظر برضو ازاي هيربطوا الخمس قطع مع الست قطع، نفس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. وتصنع 50 عروه على حاشيه الشقه الواحده الطرفيه من الموصل الواحد، يعني على طرف القماش، و50 عروه على حاشيه الشقه من الموصل الثاني، وتصنع 50 شظاظا اللي هي المشابك من نحاس، وتدخل الأشظة في العرة وتصل الخيمة فتصير واحد. هنا في اختلاف بسيط، يعني لو خدتوا بالكم المشابك في القطعة الأولانية في الغطاء الأولاني كانت معمولة من ذهب، هنا المشابك معمولة من إيه؟ من نحاس. هتلاقوا حاجة كده يعني قاعدة، أي حاجة جوه الخيمة، أي حاجة متشافة جوه الخيمة، يعني أي حاجة الكهنة بيشوفوها من جوه هتلاقوها ذهب، أي حاجة بتتشاف من بره هتلاقوها نحاس. يبقى ناخدها قاعده كده، يعني كل التابوت ومائده خبز الوجوه ومسبح البخور والمناره وهنشوف الاعمده كمان اللي جوه، كل ده ذهب. اللي بره كله نحاس، يعني هنشوف اللي هي المرحضه اللي بيغتسلوا فيها ومسبح المحرقه اللي بره، دول نحاس. فحتى كمان الأغطية اللي هي مش متشافة من جوه برضو مستعمل فيها النحاس. وأما المدلى الفاضل من شقق الخيمة، نصف الشقة الموصلة الفاضل، فيدل على مؤخر المسكن، الزيادة هيغطي المسكن من ورا. والذراع من هنا والذراع من هناك من الفاضل في طول شقق الخيمة تكونان مدلتين على جانبي المسكن من هنا ومن هناك لتغطيته. زي ما قلنا الغطاء الثاني أطول بذراع من اليمين وذراع من الشمال من الغطاء الأولاني، فهو بيغطيه كله وينزل لغاية الأرض. فاضل الغطائين، احنا اتكلمنا عن الغطاء الأولاني اللي هو الألوان الجميلة دي اللي هي كل واحد فيها بيرمز للمسيح من ناحية معينة، وبعدين شعر المعزة اللي هو بيرمز للمسيح كذبيحة خطية. بعد كده تالت غطاء، تصنع غطاء للخيمة من جلود كباش محمرة. محمرة يعني مصبوغة باللون الأحمر، فجلد كبش، والكبش ده بيفكرنا بحاجة، بيفكرنا بذبيحة إبراهيم لما إبراهيم كان هيقدم إسحاق ذبيحة، وبعد كده ربنا قال له يعني ما تمدش إيدك وتذبحه، فلقى إيه ساعتها؟ لقى كبش، بيقول كان معلق بقرنيه في شجر، فخده وقدمه ذبيحة. فكأن ده رمز للمسيح اللي كرس حياته عشان يبقى ذبيحة لينا، يعني هدف المسيح لما جه على الأرض إن هو يخلصنا. فهنا برضو ده رمز لذبيحة المسيح. الغطاء الأخراني بقى، وغطاء من جلود تخس من فوق. ناس كتير بقى قالت يعني حاجات مختلفة على التخس، بس هم يعني أغلب الناس بيقول إن هو حيوان بحري، وحيوان بحري زي الدولفين كده. فأنتوا عارفين الدولفين ده يعني الجلد بتاعه يعني أول حاجة يتحمل قوي، وتاني حاجة شكله مش حلو، يعني في الآخر هو بيقولوا ممكن يبقى حاجة زي المناتي، وده طبعا كان ممكن الحاجات دي تكون موجودة في البحر الأحمر. فالغطا الأخراني خالص ده غطا شكله مش حلو، والغطا ده هو اللي كل الناس شايفينه. فكأن لو أنا جوه الخيمة هشوف إيه؟ هشوف المنظر ده، هشوف منظر ألوان جميلة وكل حاجة معمولة من ذهب، ويعني منظر جميل جدا. لكن لو أنا من بره هشوف إيه؟ هشوف غطا أسود بس، مش هشوف حاجة تاني. فده بيرمز لإيه؟ عارفين الآية اللي بتقول أنا سوداء ولكني جميلة،
يعني دي الآية دي بتنطبق على الكنيسة وكمان بتنطبق على المسيح. إزاي؟ يعني لما الناس شافت المسيح على الصليب في سفر أشعياء كده يقول لا منظر له ولا جمال فنشتهيه، لكن ده المنظر اللي من بره، لكن اللي يعرف المسيح حلقه حلاوة وكله مشتهيات. برضو الكنيسة كده، الكنيسة من بره شكلها ممكن يكون صعب، يعني أنا مش بتكلم على شكل المبنى، بتكلم على يعني ممكن ناس تحس إن الكنيسة دي مثلا مكان متعب، مكان هيبقى فيه مثلا جهاد، مكان هيبقى هيطلبوا مني حاجات كتيرة أعملها أنا مش عايز أعملها، ممكن يكون مكان هيحرمني مثلا من حاجات في العالم أنا بحبها. لكن اللي يدخل جوه يلاقي إيه؟ يلاقي سلام، يلاقي فرح، يلاقي علاقة بربنا. وحتى في حياة الإنسان نفسه يعني الداخل هو المهم، يعني ده القصة دي بتعلمنا إن ربنا بيهتم بالداخل، اللي يخش هو اللي هيتمتع، لكن اللي بيبص من بره ويمشي مش هيلاقي حاجة. وبعدين آخر حاجة بقى في المسكن ده، يعني إذا كنا اتكلمنا عن 4 أغطية، لكن الأغطية دي يعني هتغطي إيه؟ مع إيه القوام بتاع المسكن؟ فالقوام بتاع المسكن بقى هو الألواح اللي هنتكلم عليها دلوقتي. بيقول وتصنع الألواح للمسكن من خشب الصمت قائمة. برضو الألواح دي من نفس الخشب، خشب الصمت اللي هو الخشب الذي لا يسوس. يبقى كل حاجة جوه الخيمة زي ما قلنا معمولة من خشب لا يسوس ومعمولة ومطلي بالذهب. طول اللوح الواحد 10 أذرع وعرض اللوح الواحد 1.5 ذراع. ودي ألواح خشب زي ما احنا شايفينها كده. وللوح الواحد 2 رجلان مقرونة أحدهما بالأخرى. يعني الحتة اللي تحت دي اللي هي اللوح بيقف عليها ليها 2 رجلين، هنشوف معنى الكلام ده دلوقتي. هكذا تصنع لجميع ألواح المسكن. فلو تخيلنا كده ده المسكن، ده البناء بتاع المسكن اللي هو متغطي بال4 أغطية اللي اتكلمنا عنها. فبيقول وتصنع الألواح للمسكن 20 لوحا إلى جهة الجنوب و20 لوحا نحو التيمن. نحو التيمن ده يعني ناحية الجنوب، لأن هم التيمن اللي هي ناحية اليمن يعني، أو بيقولوا كده، في ناس تانيين بيقولوا إن هو مكان تاني، بس هو المهم إن هو ساوث يعني جنوب. وتصنع 40 قاعدة من فضة تحت ال20 لوحة. تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني جنب المسكن اليمين وجنب المسكن الشمال كل واحد فيهم 20 لوح من الخشب مطلي ذهب، وكل لوح فيهم واقف على، اوريكم الصورة، واقف على قاعدتين زي كده بالظبط. يعني كل لوح اخره فيه شفتين كده وبيدخلوا في قاعدتين من، والقاعتين دول من فضة، هنشوف برضه معناها ايه. فكده يبقى ايه؟ المسكن متكامل. وفي كتر يعني في ظهر المسكن في 6 ألواح، يبقى كده 20 و20 40 و6. وبعدين لو بصوا على الزوايا دي، الزاوية دي والزاوية دي، ده بقى لوح يعني لوحين مخصوصين مش زي الباقيين، عشان هم دول اللي هم زي حجر الزاوية، يعني دول اللي ماسكين الألواح كلها مع بعض، وده اكشلي برضه رمز للمسيح حجر الزاوية. يبقى احنا عندنا كام لوح كله على بعضه؟ 48 لوح من الخشب. فكأن ال 48 لوح من الخشب دول بيرمزوا للناس كلها، كل المؤمنين في كل أنحاء العالم. يعني لو الكنيسة بترمز ليها دايما برقم 12، ف12 من كل جهة، يبقى 12 في 4 ب 48. طبعا احنا يعني مش كتير بنتكلم على الارقام والرموز، بس هي يعني طبعا خيمة الاجتماع كلها ارقام، فعشان كده يعني بنتكلم اكتر على الارقام دلوقتي. فبيقول ولجانب المسكن الثاني الى جهة الشمال 20 لوحا و40 قاعدة لها من فضة. يبقى القواعد اللي احنا شفنا شكلها دي اللي هي دي، القاعدة دي من ايه؟ من فضة. الفضة دي جابوها منين؟ لو تفتكروا كان في حاجة اسمها فضة الكفارة، إن كل واحد بيقدم فضة عن فداء عن نفسه. فالمسكن قايم على إيه؟ الخيمة دي كلها قايمة على إيه؟ قايمة على الفضة، يعني قايمة على الكفارة، أي قايمة على الصليب،
على ذبيحة المسيح بعد، على كفارة المسيح لخطايانا. في حاجة برضو تانية مهمة، إن الخيمة اتجاهها عكس الكنيسة، عشان برضو وإحنا بنقرأ الاتجاهات ما نتلخبطش. يعني إحنا الكنيسة متجهة ناحية الشرق، الخيمة متجهة ناحية الغرب، يعني المدخل هو اللي عند الشرق والقدس الأقداس عند الغرب. وده برضو يعني رمز إن ما كانش لسه فيه صلح في الوقت ده. وأربعين قاعدة لا من فضة تحت اللوح الواحد قاعدتان، من تحت اللوح الواحد قاعدتان، ولمؤخر المسكن نحو الغرب تصنع 6 ألواح، وتصنع لوحين لزاويتي المسكن في المؤخر، اللي هم اللوحين الزاوية دول الأخرانيين، وبيتركبوا كده زي ما شايفين، وهم دول بيرمزوا للمسيح حجر الزاوية، ويكونان مزدوجين اللي هم الحجر أعمدة الزاوية دي من أسفل، وعلى سواء يكونان مزدوجين إلى رأسه إلى الحلقة الواحدة، هكذا يكون لكليهما يكونان للزاويتين. الأعمدة دي كلها بقى بتتربط مع بعضها إزاي؟ الأول هي قايمة على الفضة، زي ما قلنا قايمة على أساس من الفضة، تكون 8 ألواح وقواعدها من فضة، 16 قاعدة، تحت اللوح الواحد قاعدتان، وتحت اللوح الواحد قاعدتان، وتصنع عوارض. عوارض دي بقى اللي هي شايفين العصيان دي اللي داخلة في الأعمدة دي بقى اللي بتربط المسكن كله مع بعض. فلو احنا بنقول ان ال 48 دول بيرمزوا للكنيسة للمؤمنين، ايه اللي بيربط المؤمنين مع بعض؟ العوارض دي رمز لإيه؟ رمز للمحبة. لو في محبة هيبقى في مسكن ثابت وما يتهزش، لكن لو العصيان دي مش موجودة ممكن بسهولة جدا الأعمدة دي تقع. فكل الخيمة يعني من كل الاتجاهات فيها 5 ألواح، 5 لألواح جانب المسكن الواحد، و5 عوارض لألواح جانب المسكن الثاني، و5 عوارض لألواح جانب المسكن في المؤخر نحو الغرب. يبقى لو رجعنا تاني للشكل، كل ال3 ضلوع دول كل ضلع فيهم 5 عوارض، اللي هما 5 عصيان ماسكين المسكن. والعارضة الوسطى في وسط الألواح تنفذ من الطرف إلى الطرف، يعني اللي في النص دي ماشية في وسط الخشب كده من طرف لطرف، وتغشي الألواح بذهب، وتصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض، الحلقات اللي هيخش فيها العصيان، وتغشي العوارض بالذهب. يبقى برضو زي ما قلنا، لأن دي حاجات باينة من جوه، أي حاجة باينة من جوه خيمة الاجتماع بتبقى إيه؟ بتبقى ذهب، معمولة من ذهب. وبرضو ربنا بيقول لموسى: وتقيم المسكن كرسمه الذي أظهر لك في الجبل. يعني ربنا بيفكره كل شوية تعمل زي ما أنا، زي المثال اللي أنا هوريه لك. يبقى النهاردة شفنا، يعني كملنا المنارة، شفنا احنا كده خدنا تابوت العهد ومائدة خبز الوجوه والمنارة الذهب، وبعدين شفنا الغطيان بتاعة الخيمة اللي هم 4 غطيان، وشفنا البناء بتاع الخيمة نفسه اللي هو الأعمدة الخشب أو الألواح الخشب المطلية ذهب، والعوارض بتاعتها اللي هي بتمسكها، اللي هي بتربط الكنيسة كلها مع بعض. نقف هنا النهاردة ونكمل المرة الجاية إن شاء الله. حد عنده أي سؤال أو تعليق؟ هنا انا عايزه توضيح بس بعد ما موتك تصلي، او اقول دلوقتي؟ اقول دلوقتي اتفضلي. بالنسبه لجمعه ختام الصوم الساعه 2، هيبقى القداس فوق، القنديل فوق والقداس، ولا هيبقى تحت الساعه 2 الظهر؟ هو من 9 لواحدة في قداس وقنديل فوق، ومن 2 لـ6 اسف، يعني طبعا باكر وقنديل وقداس تحت. يعني القداس الأولاني الصبح هيبقى فوق، ده العربي، والإنجليزي هيبقى تحت من 2 لـ6. ده انتوا عاكسين يا ابونا كده، لان الناس بتطلع من شغلها بيبقى زحمة اكتر. هو السنة اللي فاتت كان القداس الأولاني كان زحمة أكتر من التاني، فعشان كده يعني عملنا كده، عشان يعني ناس كتير بتحب تحضر جمعة ختام الصوم بدري شوية، فالقداس التاني ما جاش عدد كبير السنة اللي فاتت. طب اوكي يا ابونا، كل سنه وانت طيب. نور حضرتك. طيب.
أبونا أنا يلا. عندي سؤال، معلش يا أبونا. اتفضلي سوزي. الحتة بتاعت العوارض دي أنا مش فاهمها، مش هما خمس يعني خمس قوائل الأعمدة بتمسك خمس أعمدة مع بعضها ولا أربعة ولا إيه؟ أنا مش فاهمة. لا هي زي كده بالظبط، يعني هم 5 عوارض، 1 2 3 4 5، بس بس دي اللي في ماسكة بالطول كله بقى، ماسكة بالطول كله. كونتينر. يس اوكي خلاص ماشي. اوكي يا ثانك يو بونا. في أي سؤال تاني؟ لو سمحت يا بونا، اتفضلي اخر اتفضلي. اخر آية اللي بتقول وتقيم المسكن كرسمه الذي اظهر لك في الجبل، يعني ربنا اداله كل شوية كان بيوريه الحاجة، ولا قال له كله معلومة مرة واحدة ساعة ما طلع موسى؟ يعني هو طبعا موسى قعد 40 يوم في الجبل، طبعا ايوه يعني رب، يعني اللي احنا نعرفه ومتأكدين منه ان هو ربنا هو اللي نحت الوصايا 10 على اللوحين، يعني ده اللي أي مكتوب. لكن أي الحاجات التانية بقى كان بيوريها له ازاي؟ هل هي مثلا يعني بي بي يعني غالبا ممكن تكون زي رؤية، يعني حاجة فيجن، لكن التفاصيل بالظبط ازاي يعني طبعا مش مكتوب يعني، لكن هي أيوة في الأرجح إنها تبقى حاجة يعني كأنه بيشوف رؤيا، يعني عشان كده تمام يا بيقول له بني. الذي أظهر لك، وفي المرة اللي فاتت بيقول له الذي أريك، يعني أنا ايوه تعيش يا ابونا، ربنا يعوضك. جميل قوي الشرح، ربنا يعوضك يا ابونا. في حد تاني يحب يسأل أو يعلق على حاجة؟ طيب سؤال ليه.